الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مقيما بمكة، وجاء إليه وفد من رابطة العالم الإسلامي وقالوا له: غدا بإذن الله تعالى نريد منكم الحضور إلى جدة لافتتاح مؤتمر أو حفل. فقال الشيخ: لا بأس، إن شاء الله تعالى أنزل إلى جدة غدا وآتي إلى هذا الحفل. متى الموعد؟ قالوا: الموعد بعد المغرب. قال: لا أستطيع، عندي بعد المغرب درسا. فقالوا له: الدرس يؤجل، يعني ما الإشكال في الدروس؟ سبحان الله، بعض الناس لا تبالي بطلب العلم ولا بتدريس الناس. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال: لا أستطيع، الدرس أهم. فقالوا له: يعني يحضر إلى هذا الحفل يعني بعض الوجهاء والوزراء، ولعله يأتي بعض الأمراء، ولا نستطيع التأجيل إلى بعد العشاء، فلا بد أن تأتي بعد المغرب. قال: لا أستطيع الدرس. قال: الدرس يؤجل وكذا. ألحوا على الشيخ. الشيخ قال: خيرا إن شاء الله تعالى. عندما يعني جاء اليوم الثاني، يوم الحفل، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى صلى المغرب في مكة، ثم أراد أن يبدأ بالدرس. فنبهوا الطلاب، قالوا: يا شيخ، موعد الرابطة. فقال: خيرا إن شاء الله. أعطى الدرس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وصلى العشاء بمكة، وقال للسائق: الآن ننطلق إلى جدة. انطلق إلى جدة، وصلوا. عندما وصلوا وجدوا أن الكل ينتظر قدوم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، والحفل لم يبدأ بعد. يقول الشيخ: افتتحنا الدرس الحفل، وألقينا الدرس كلمة مختصرة، وحصل كل خير ولله الحمد. وعندما انتهى الحفل وعادوا إلى مكة في الطريق، قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لمن معه، قال: سبحان الله، مسكين الذي لا يعرف نفع الناس، مسكين الذي لا يعرف نفع الناس، يعني يقدم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا الناس، يقدم تعليم الناس الخير.